أذهب مباشرة إلى حلب، ينضم إلينا من هنالك زميلنا وليد هنايا. وليد، مساء الخير، وثقت قبل قليل بالصوت والصورة ما يجري في النقاط التي سيطر عليها الجيش في حي صلاح الدين. كان يتحدث العنصر العسكري الضابط في الجيش العربي السوري بأن هنالك تقدم كان بأسلحة خفيفة ورشاشة، لماذا هذا التقدم يحرز بسهولة في هذه النقاط؟ صحيح حسين، البداية حياك الله. مساء الخير. ولنتحدث حول منطقة صلاح الدين، هذه المنطقة التي حارب فيها الجيش العربي السوري فقط بالأسلحة الخفيفة وأيضا بالأسلحة الرشاشة، كون المناطق هي مناطق سكنية بامتياز تتواجد فيها الأبنية الملاصقة. الجيش العربي السوري عندما دخل هذه المنطقة تطلب منه الخطة الاستراتيجية والحكمة والدقة. من خلال هذه العمليات قامت وحدات الجيش بالتوغل والتقدم والسيطرة على عدد من الكتل والأجزاء التي بطبيعتها هي مرتفعة استراتيجية عن باقي النقاط الأخرى باتجاه معاقل الإرهابيين، ألا وهي جامع خالد ابن الوليد. هذا الجامع الذي تتخذه المجموعات الإرهابية المسلحة كما ذكر الضابط العسكري كمقر قيادة لهم وكمستودع ذخيرة أيضا لهم، وامتدادا على طول هذا المحور حديقة أرض الصباغ والتي هي معروفة لجميع أهالي مدينة حلب. هذه المنطقة منطقة صلاح الدين التي تتسع بمساحة جغرافية كبيرة. اليوم الجيش العربي السوري تقدم ونال السيطرة على عدد من الكتل، لا سيما بأن العمليات المستمرة القادمة هي تعطي نتائج مثمرة خلال السيطرة النارية على كامل منطقة صلاح الدين، امتدادا بالمناطق التي تتبع لها كمنطقة المشهد وصولا إلى العامرية بالجهة الجنوبية من منطقة صلاح الدين. وهنا نتحدث حسين بأن المناطق التي يتقدم فيها الجيش العربي السوري هي على طول محور واحد باتجاه الأحياء الشرقية، ممتدة من منطقة الشيخ السعيد الذي استعاد الجيش العربي السوري سيطرته على تلتها الاستراتيجية يوم أمس، ومنها السيطرة النارية باتجاه منطقة العامرية والسكري. والدخول اليوم لأبطال الجيش العربي السوري كان متواجدا باتجاه منطقة الشيخ سعيد، هذه المنطقة التي من خلالها الجيش يوسع نطاق عملياته باتجاه منطقة تل الزرازير وحارة الشحيدين، وبالتالي يكون الجيش العربي السوري قد فرق بين الإرهابيين داخل المناطق وعزل منطقتهم ناريا، وهذا مما يسهل لقوات الجيش التوغل والدخول عبر الاقتحامات. وهنا نتحدث بأن الجيش العربي السوري لا يستعمل أي من الطلعات الجوية أو من الأسلحة المدفعية باستهداف معاقل الإرهابيين، كون الجيش العربي السوري يخوض حرب المدينة، وهنا تتطلب هذه الحرب فقط الخطط وعد العدة والهجوم هجوم عبر قوات النخبة بالأسلحة الخفيفة والفردية والرشاشة فقط باستهداف معاقل الإرهابيين. نعم حسين، شكرا لك ولي، بالتأكيد راح نكون معك في خضم سياق برامجنا ونشراتنا المستمرة على هذا اليوم. شكرا جزيلا لك ولي هنايا، مراسل الأخبارية السورية، كنت معنا مباشرة من حلب.